المشاكل اليومية ومشاكلهم المادية. ويمكن كمان نقطة مهمة جدا هي يمكن برضو دي يمكن طرحت قبل كده بس احنا هنشوفها بشكل مختلف في المسلسل، انك انت ممكن تبقى في حال في يوم تصحى تلاقي نفسك في حال تاني. فيمكن البني ادم ساعات ما بيبقاش محضر نفسه للحاجات دي. ازاي بتتعاملي انت بقى مع المواقف اللي زي دي؟ ازاي ايتن راحت اشترت هدوم على طول، مش عارفه مين راح اشترى عربيه، يعني عارفه ردود الافعال وازاي انت تتعاملي مع وجود الفلوس في حياتك قد ايه هي اساسيه للبعض ولا لا. يعني مثلا شوفي هم الاخوات كلهم اتعاملوا ازاي ووفاء اتعاملت ازاي، مع ان هم تربيه يعني تربيه بيت واحد بس اولويات كل واحد فيهم مختلفه. عارفه حاجات كتير قوي زي كده. وزي ما بقول لك احنا لسه يعني لسه الصراع بقى الحقيقي ما بانش، لسه في مفاجات قويه جدا هتبتدي تبان في القصه. هتشوفي بقى يعني صراعات بقى من نوع تاني، يعني حتى العلاقات في حاجات لطيفه بقى في المسلسل زي